مئات رجال استشهدوا. علمانيون إخوة بالدم على درجة عالية من الالتزام المسيحي حتى الشهادة. فرانسيس، عبد المعطي ورفائيل، الإخوة المسبكيون الشهداء، قديسون على مذابح الكنيسة بعد 100 عام إلا سنتين على تطويبهم عام 1926 مع 9 إخوة من الرهبنة الفرنسيسكانية. علوا الصوت صلوا. فمع موجة الاضطهادات ضد المسيحيين عام 1860 قتل ما لا يقل عن 12 ألف مسيحي بين لبنان وسوريا، وامتدت الأحداث إلى حي بيت توما في دمشق حيث كان يقطن الإخوة في دير الفرنسيسكان، إذ كانوا ينتمون إلى الرهبنة الثالثة للعلمانيين ورفضوا نكران إيمانهم المسيحي، فكانت نهايتهم على يد المضطهدين. الإخوة الثلاثة هن موارنة علمانيين، ما كانوا لا رهبان ولا أخوارنة. عنا فرانسيس اللي هو الأخ الأكبر، كان متزوج وعنده أولاد، كان ناجح بتجارة الحرير وكان عنده علاقات اجتماعية ناجحة وين ما كان. الأخ الثاني هو عبد المعطي، كمان كان متزوج، بلش بداية بالتجارة ولكن انتقل من بعدها للتعليم لأنه بالتجارة ما نجح بسبب طيبة قلبه وكرمه مع الأشخاص. والأخ الثالث هو الأخ رفائيل، ما كان مجوز، كان هو الأبسط بيناتهم، بقي هو لخدمة إخواته وعائلتهم وعيش بالخدمة وتخلص خدمة المنزل ينتقل فيها على بيت الرهبان على الدار لحد يكون عم يخدمهم هناك. 20 تشرين الأول 2024، يوم خصصه قداسة البابا فرانسيس من أجل الرسالات في العالم وتقديس المسبكيين في هذا اليوم وفي هذه الظروف يحمل معان كثيرة. هالقديسين يلي اليوم تعلن قدستهم هودي بيشبهونا أو بيقدروا يفهمونا، لأنه هن كمان عرفوا شو معنات الرعب، شو معنات الخوف، شو معنات القتل والمجزرة. من هيك نحن شيء طبيعي نطلب منهم أنه يعطونا السلام، خصوصا إن شعورا مع يلي عم بيتألموا، يلي عم بيشوفوا أحبائهم أو عم بيتعذبوا أو عم بيموتوا. إكليل مجد جديد يوضع على جبين الكنيسة المارونية. 3 قديسين أكدوا أن القداسة هي استجابة لدعوة المسيح.